هاي جايز، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده في الفيديو ان احنا نعمل نفسنا اسرائيليين وهنشوف رد فعل الناس. فابدا حطوا اللايك للفيديو واشتركوا في القناه وبس كده يلا نبدا. بصوا، فكره الفيديو كده بمختصر يعني ان هعمل نفسي او مش هعمل نفسي، هكتب بس انا اي لاف اسرائيل او انا بحب اسرائيل للعرب والاجانب، بشوف رد فعل العرب مين هيقف معانا او هيشتمونا يعني ويسيبونا، ومين في عند الاجانب برضه هيشتمنا ويسيبنا ولا هيقف معانا. تمام يا جماعه الخير؟ فيب يا جايز، دلوقتي انا مش عايزه اكتر صراحه، يعني مش طايقه اصلا الموضوع، بس هنكتب من فوق كده اسرائيل ونحط كده من على جنب كده قلوب. يعني المهم انه السيرفر دلوقتي عربي، ودلوقتي هنشوف اول واحده معانا وهي متابعه ضيفاني دخلت عليا عملت لي جوين يعني. فهنشوف رد فعلها لما تشوف مشهورة مفضلة ليها ولا يعني مشهورة لضيفاها بتحب اسرائيل. لسه كده كتبت لها انا احب اسرائيل، هنشوف دلوقتي رد فعلها تبقى ايه. ننتظر الباشمهندسة ترد. كتبت لي وات، هي طبعا الاول مش مصدقة. يا الله يجري فيك، والله انا كفو. ماشي، مش هزعل ان هي بتشتمني، ان هي مش قصدها عليا يعني، قصدها لو انا كنت بحب اسرائيل، ولا مش بحب اسرائيل اكيد يعني. فا يب كفو كفو، لو شوف الفيديو ده انتي كفو. المهم قلت لها كفو، وبعد كده مشينا عشان طبعا عايزه اكمل بقية الفيديو يعني، هو بطيئة في الكتابة فعايزين يعني خلصي يا بنتي مش راضية تكتب. المهم دلوقتي هنروح ندور على العرب. العرب كلهم كانوا في الساحة اللي هي بتاعة البداية، كتبت ايه وشو وين مس مرمر اللي تحب الاسلام وات، عشان بحب الاسلام يعني، في ايه ايه الايرور ده يعني، مش فاهمه ايه الغباء ده. المهم يا جماعه الخير، فاكرين الفيديو اللي عملته لكم قبل كده؟ انا صراحه مش فاكره اسم الفيديو ايه، بس كان الاجانب كلهم متجمعين عند البدايه هنا. كنت مثالي براقب الاجانب وبراقب العرب. ساعة ما الأجانب كلهم كانوا متجمعين هنا، هم شلة العرب قليلة الأدب كلهم متجمعين هنا حرفيا. أنا دلوقتي هما دلوقتي ساكنين مش بيتكلموا ولا يقولوا أي حاجة، بس حرفيا كل العرب قليلة الأدب بيبقوا قاعدين في الحتة دي حرفيا. طبعا مش كل العرب يعني بيبقوا قاعدين في الحتة دي، لأ يعني في شلة كده بيتجمعوا كده بالليل ولا حاجة زي كده، وزي دلوقتي يعني. يا جماعة كنت بصور الفيديو الساعة 3 أو 2 الفجر، فاللي هو يعني كانوا قليلات ادب بشكل فظيع، بيشتموا شتايم فظيع يعني، واللي فيه منهم الوان حرفيا، حاجات يعني خرا قوي. المهم يا جماعه الخير، انا هنا كتبت مين يحب اسرائيل، وصراحه انا مش هستبعد يعني حد يكون بيحبها منهم دول. اي واحد كاتب لي احا مرمر. اوكي، هنشوف وش يقصد، ولا هو اصلا يعرفني ده، ولا لو وش فيه كيف عرف ان انت وش فيه. المهم يا جماعه تخيل عليكم، جت لي كده لحظه حماس اللا اراديه. عارفين يا جماعه اللي هو مثلا تبقوا كده قاعدين ومثلا يبقى عندكم حاجه كده بكره او مثلا يعني بعد كام يوم تبقوا متحمسين مش قادرين تناموا؟ لا هي يعني الحاجه دي جات لي دلوقتي. المهم يا جماعه، طبعا عندنا يعني مناسبه فانا متحمسه قوي، اتحمست المره دي في الفيديو. المهم يا جماعه تخيل دلوقتي في واحد هنا الوان زي ما انتم شايفين، او يعني مش هنقول الوان عشان ما نقبحش اسم الالوان بالحاجه القذره دي، يعني هنقول مثلا مش هنقول شواذ، ممكن نقول مثليين، او ممكن نقول قي، ممكن نقول جاي. تمام اوكي، دلوقتي يا جماعة الخير انا فكيت اصلا من الموضوع ده. يعني بصوا، اسرائيل والجاي جنب بعض، انتم متخيلين كمية القذارة؟ يعني حاجة في قمة القذارة. المهم يا جماعة الخير، وصلت لحد هنا في التعليقات، اكتبولنا ايه. بصوا يا جماعة الخير، لو وصلت لحد هنا اكتبوا في التعليقات ايه. تمام يا جماعة الخير، يعني ايه. المهم دلوقتي هنروح نشوف الأجانب، ودخلنا على السيرفر الأجانب يا جماعة الخير. بس شكلهم أجانب نايمين على نفسهم، مفيش أي حركة في الماب أصلا أو في السيرفر يعني. المهم يا جماعة الخير، لو صوتي واطي علو الصوت لأن البيت كله نايم، لأن أنا دلوقتي الساعة 6 صباحا وانا قاعده اسجل لكم صوتي، فيعني قدروا الموضوع ده، حطوا لايك يا جماعه. المهم دلوقتي عايزين بس ندور على واحده كده يعني. طبعا كده تقول لهم I love Israel، وخدت منها كوبي عشان يعني ما تعبش كل شويه، خدت منها كوبي على طول يعني. المهم يا جماعه الخير، معاكم الاصوات لان اخويا
صاحي هو واختي الصغيرة وبيتشكسوا مع بعض يعني. المهم يا جماعة الخير، دلوقتي في واحدة كاتبة لي ايه كورة. اوكي الاولانية اللي احنا اتكلمنا لها سلكت لي ولا عبرتني اصلا. المهم ادتناش وجه يعني، صاحبت علينا دي بتحاول تجيب جليتش كور بلوكس ولا ايه. المهم يعني مش هتقدر تجيبه يعني عشان انتي مش مسلكالي ولا انتي مش معبر. انا بقول يا جماعة في المهم دلوقتي اوكي، في واحدة عملت لي جوين، هنعملها فيها ونقول لها انا بحب اسرائيل، هنشوف هي بتعمل ايه. ماشي عايزة اعملها فيها. اوكي دي نفس البنت. مفيش هنا I love Israel. ده بيطخني يعني بالنار ولا ايه؟ مش فاهمة هو كان بيطخني انا ولا بيطخ البنت التانية ولا بتموتوني ليه؟ واحدة بتكهربني واحدة بتطخني بالنار، المفروض اموت انا يعني كده ولا ايه؟ المهم يا جماعة الخير، ما تدخلوش ما بيوت بعد الفجر ابدا، ما انصحكمش، هتلاقوا كمية يعني فضايح فظيعة من العرب ومن الأجانب. بصوا الأجانب أصلا هنا سكرانين على نفسهم، مفيش أي حركة في الموضوع، تحسهم شاربين حاجة. زائد الأجانب قصدي العرب بيبقوا قاعدين بيسبوا كده يعني، وقاعدين كده داخلين شلة الليل. أمبي دي البنت اللي أنا ضايفاها، أمبي تخيلوا تطلع إسرائيلية ولا تحب إسرائيل، أمبي دي متابعة، استنوا نكتب لها وقع هي صدقت يعني ولا. أمبي يا لهوي، ويت انا عايزه اشوف بس تكتب بسرعه. عم بيه ازاي انتي من جدك يعني ولا ايه؟ من جدك ولا من جدك؟ المهم يا مريم عليكم من سماجة ام دم يعني. كتبت لها من جدك وهي كاتب لي هي 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 هي. بس هننتظرها بس تكتب لنا ايوه ولا حاجه، عارفين يا جماعه، وربي اني ابلكها. ام بيه تخيل بس تطلع اسرائيليه، ام بيه تخيل بس يطلع عندي متابعين من اسرائيل اجلدك. الحمد لله يا جماعه خير. المهم طلعت بتقلدنا يعني، وده كان فيديو النهارده، لو عجبكم حط لايك والسلام.